السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، وصلنا الآن إلى الدرس الأخير لسن تان بالوحدة السابعة اللي هي قطعة الستوري تايم. Life is like a cup of coffee. الحياة تشبه كوب أو فنجان من القهوة. Read the following story and try to answer the questions. اقرأ القصة ثم حاول try حاول الإجابة حول هذه الأسئلة. طلاب قلمك وياي، ترجم الكلمات، مهمة جدا الكلمات، وبعدها سوف نتناول أهم الأسئلة الوزارية الخاصة بهذه القطعة. الأسئلة خلينا نقرأها. Why did the professor bring different cups of coffee؟ لماذا الأستاذ البروفيسور جلب أكواب مختلفة من القهوة؟ Question number two. Look at the underlined words. انظر إلى الكلمات التي تحتها خط. What do they mean؟ ماذا تعني؟ What is the moral lesson of the story؟ وما هو الدرس الأخلاقي في هذه القصة؟ طبعاً هذا السؤال مهم جداً. يا طلابي خلينا نبلش على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Life is like a cup of coffee. A group of Almani of different Iraqi preferences. طلاب Almani معناها الخريجين، مجموعة من الخريجين. From different من مختلف Iraqi preferences. Provinces معناها طلاب المحافظات أو المقاطعات أو الأقاليم. بما إحنا هنا بالعراق ما عندنا مقاطعات، عندنا محافظات، هنا يجي معناها محافظات. Provinces highly established in their career. In their career كانوا متمرسين بشدة أو راسخين بشدة. In their career في مهنتهم. Agreed هنا معناها طلاب اتفقوا. To visit لزيارة their old university professor لزيارة أستاذهم الجامعي القديم أو السابق. He is an Indian. هسا رح نبلش نعرف شخصيته. هو هندي. Who lives in Hyderabad. يعيش في مدينة هيدرآباد الهندية. They heard هم سمعوا، يعني مقصود الألمني الخريجين سمعوا. That he was very sick إنه مريض جدا. The alumni الخريجين. Two from المثنى اثنين من محافظة المثنى. Two from ديالى one from تكريت and one from ذيقار. Decided قرروا to take a plane أن يأخذوا طائرة. From بغداد من بغداد. To هيدرآباد إلى مدينة هيدرآباد الهندية. When the plane landed عندما هبطت الطائرة. Landed هبطت. In Hyderabad they took a train هم أخذوا قطار. To the city center من مركز المدينة. And from there they went وذهبوا إلى منزل of their professor. نحن بلهجة نقول professor بس هو ينطق professor. Yes. By rickshaw. إذن هنا طلاب من وصلوا بالقطار أخذوا ركشاو. عبارة إلى ركشاو عبارة عن عربة هندية حتى توصلهم إلى بيت الأستاذ. They reach his place easily. هم وصلوا إلى المكان بسهولة. He was very excited to see them. كان يعني هنا هي الأستاذ متحمس لرؤيتهم. Conversation المحادثة started بدأت and soon turned into complaints and stress. إذا المحادثة بدأت وبسريعا هنا تحولت إلى شكوى and stress، وتحولت إلى حديث من الشكوى وضغوطات الورك في العمل and life والحياة. Offering his casted coffee قدم إلى ضيوفه. casted معناه ضيوف. coffee القهوة. The professor went to the kitchen. ذهب إلى المطبخ. And returned وعاد with a large pot of coffee بوعاء كبير من القهوة. And assortment of cups وتشكيلة من الأكواب. اللي هي يعني تشكل من الأكواب، يعني كل كوب شكل منها بورسلين من الفخار،
قسم منها من البلاستيك، هو نفس البلاستيك، قسم منها كلاس زجاجي، كريستال، من مادة الكريستال، الكريستال يس. سام بلين لوكينج، بعضها عادي المظهر، بلين لوكينج عادي المظهر. سام اكسبنسيف، بعضها غالي. سام اكسكيوز ذس معناه بعضها رائع. هي تولد ذا كاست، هو اخبر ضيوفه، تو هيلب ذيم سيلفز، ان يساعدوا انفسهم، تو ذا كوفي يعني شو الطلاب، هم يصبون القهوه بالاكواب وكل واحد يخدم نفسه بنفسه. يس، لان قلنا البروفيسور هو مريض. when everyone had a cup of coffee، عندما كل شخص اخذ كوب القهوه بيده، the professor said، قال، if you notice، انتم مثل ما انتم لاحظتوا، all the nice looking، كل الاكواب الجميله المظهر، expensive والغاليه، have been taken up اخذت، leaving واللي تركتوها behind خلفكم، the blind العاديه، and cheap ones اللي هي سعرها يكون رخيص وشكلها عادي. while بينما it is normal، بينما كان من الطبيعي أو من المفروض، for you to want، كان مفروض عليكم أو من الطبيعي عليكم to want، أن تأخذوا، أن ترغبوا، only the best for yourself، الذي يتلائم مع أنفسكم. That is the source of your problems، وهذا مصدر مشاكلكم، and stress وضغوطاتكم. be assured، كونوا متأكدين، that the cup itself، إنه الكوب نفسه، as no quality، الكوب نفسه ما يضيف أي جودة إلى القهوة. يعني شوف الطلاب، سواء قدمنا القهوة بكوب غالي أو كوب رخيص أو كوب بلاستيك أو زجاجي، يبقى طعم القهوة مثل ما هو، ما راح يتغير، لا راح يقل طعمها ولا راح يزيد جمال أو لذة. In most cases، في معظم الحالات، it is just more expensive، معظم الحالات الأكثر غلاء، in some cases even hates what we drinks، بكل الأحوال سواء كان غالي أو رخيص هو راح يخفي اللي الشيء اللي نشربه، يعني سواء كان القدح غالي أو رخيص اللي داخله ما راح يكون واضح، هو يكون hidden، مخفي. What all if you really want، ما تحتاجونه حقيقة، was coffee، ما تحتاجونه هو القهوة، يعني سواء كان الكوب رخيص أو غالي، بلاستيك أو زجاجي، إحنا الغاية من هذا الكوب هو القهوة. Yes، not the cup، وليس الكوب. But you consciously، لكن أنتم بوعيكم، want it for the best cup، اختاريتوا الأكواب الأفضل، لكن ركزتوا عليه من الطلاب، consciously ركزتوا على الأكواب الأفضل أو التي تبدو أفضل. and then you begin eyeing، وبدأتوا تتطلعون، each other cups، إلى أكواب الآخرين. إذا كل واحد أخذ كوب وبنفس الوقت يتطلع أو ينظر إلى أكواب الآخرين، ما هي مشكلة طلاب، إنه كل إنسان ما مقتنع باللي عنده ويبقى يقارن باللي عنده مع الآخرين، رغم إنه قد الآخرين يعانون من أشياء إحنا ما نعلمها، إحنا بس يعني نشوف الظاهر منهم. وهذا درس جميل جدا طلاب. نعم، لأن هذا الطلاب المقطع الأخير مهم جدا، يا ريت تركزون به وأيضا يفيدكم حياتكم الشخصية. Now consider this life، الآن اعتبر، life is a coffee، الكوفي اعتبرها هي الحياة. بينما الجوبس الوظائف، money الأموال، the position in society موقعك في المجتمع، are the cups هم الأكواب. إذن الشيء المهم هو الكوفي، القهوة اللي اعتبرناها الحياة، الوظيفة، الأموال، موقعك الاجتماعي هو عبارة عن الأكواب. there are just tools، هي عبارة عن أدوات، to hold and continue life، لكي تستمر ونمسك بالحياة. and the type of cup، نوع الكوب، we have does not define، هو ليس مهم، nor change، ولا يغير، the quality of life we live، ولا يغير نوعية الحياة اللي نعيشها. يعني طلاب،
قد الإنسان مهما بلغ من أموال، مهما كانت عنده من وظيفة راقية، لكن قد يعيش حياة بائسة. وأحيانا نشوف إنسان بسيط جدا لكن حياته سعيدة جدا. إذن ليس مهم هذه الأدوات؟ يعني بجد ما مهم إنه حياتنا اللي نعيشها تكون سعيدة وهي تشبهنا، مو نعيش حياة مو حياتنا. Sometimes بعض الأحيان by concentrating نحن نركز only on the cup، نركز فقط على هاي الكب، يعني هاي الأدوات، يعني على الوظيفة وعلى الأموال وإلى آخره. We fail نحن نفشل to enjoy the life، ونحن نفشل في التمتع في القهوة. Savor of the coffee أو تذوق القهوة، not the cups، إحنا نتذوق القهوة وليس الأكواب. The happiest السعادة الناس people don't have the best of everything، ليست بأن تقتني أفضل الأشياء. They just make the best of everything، بل أن تجعل هذه الأشياء هي الأفضل. إذن the happiest، هذه جملة مهمة. The happiest people don't have the best everything، الناس السعداء لا يملكون أفضل الأشياء، بل they just make the best of everything، بل هم يصنعون من هذه الأشياء اللي يملكوها أفضل الأشياء. yes. يعني قد الإنسان يملك بيت بسيط لكن هم يجعل هذا البيت جدا سعيد من خلال روحه ومن خلال تفاعله. وقد الإنسان يعيش في قصر لكن السعادة ما موجودة فيه. إذن الإنسان السعيد هو اللي يجعل من الأشياء اللي يملكها أفضل الأشياء، مو الإنسان السعيد اللي هو يملك اللي في المال أو السيارات أو البيوت. قد الإنسان يكون غني جدا لكن غير سعيد، والعكس تماما. أتمنى درس هذا الأخلاق وصاركم مهم جدا. The all nami fully understand، الخريجين شعروا أنهم يفهمون the lesson، الدرس. And made their former professor وجعلهم استاذهم former professor استاذهم السابق feel happy، يشعرون بالسعادة. They went back رجعوا إلى العراق after a week بعد أسبوع as a wiser man رجعوا كرجال حكماء، استفادوا من كلام والتجربة اللي سواها أستاذهم السابق. إذا طلابي الحكمة life simply عش ببساطة، love generously وحب بسخاء، care people واعتني، care deeply واعتني بعمق، و speak kindly وتحدث بلطف. هاي الطلاب أهم شيء بالحياة اللي أنت لازم تسوي، هذا الأهم. نجهز طلابي إلى أهم الأسئلة الوزارية الخاصة بهاي القطعة. هاي طلاب الأجوبة المؤشر عليهم باللون الأصفر تنحفظ إملاء ومعاني. Write answer of this question. عنوان القطعة life is like a cup of coffee. السؤال الأول who agreed to visit the old university professor. من اتفق لزيارة الأستاذ الجامعي؟ يكون الجواب a group of alumni مجموعة من الخريجين from different Iraqi provinces من مختلف محافظات العراق. Who is the professor؟ من هو الأستاذ؟ He is an Indian. لا هو هندي، شخص هندي. Lives in Hyderabad، يعيش في مدينة حيدرآباد. Number three. Where are the alumni from؟ من أي مكان هؤلاء الخريجين؟ Two from المثنى، two from ديالى، one from تكريت، and one from ذيقار. How did the alumni reach professor's house؟ كيف وصل الخريجين إلى منزل الأستاذ؟ By rickshaw، بواسطة ركشاو اللي هي عبارة عن عربة هندية. When the professor went to the kitchen and what did he return with؟ لماذا ذهب البروفيسور إلى المطبخ؟ يعني إلى ذهب إلى المطبخ وشنو رجع لنا؟ يقول لنا هو a large pot of coffee، إنه رجع بوعاء كبير من القهوة and assortment of cups، إلى هنا بعد تخلوا لأس الجمع، ورجع بتشكيلة من الأكواب. Why did the professor bring different cups of the coffee؟ لماذا البروفيسور جلب أكواب مختلفة من القهوة؟ هذا سؤال مهم جدا طلاب. To show that their life، يبين إن حياتهم the only
choose the best إنهم يختارون الأفضل، لكن missing the important points about life، لكن يفقدون الأشياء المهمة أو النقاط المهمة بحياتهم أو حول حياتهم. السؤال الأخير مهم جدا، what is the moral lesson of the story، ما هو الدرس الأخلاقي بهذه القصة؟ we must focus، يجب أن نركز of the most important things، حول الأشياء المهمة in life في حياتنا. شكرا لكم. I'll see you.